السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثامن، الله يعطيكم العافية. اليوم راح نكون مع حل اللي هي أسئلة المراجعة بدرس اللي هو إذا حل أسئلة المراجعة صفحة 38. حل مسائل مراجعة صفحة 38. إذا حل مسائل مراجعة صفحة 38. اطلع السؤال الأول: أي المعادلات الآتية خطية بمتغيرين أم لا فيما يأتي؟ مع ذكر السبب، في عندنا معادلات، أول معادلة والثانية والثالثة والرابعة حسب المعادلة. راح نحط الجواب، فقط المعادلات عندك في الكتاب، راح نجاوب على هذه المعادلة. اطلع على المعادلة الأولى. المعادلة الأولى 1 على س ناقص صاد تساوي 4، واحنا قلنا دائما اذا كانت س جاي في المقام او تحت الجذر لا تعتبر معادله خطيه. ليش؟ لان 1 على س يعني س اس ناقص 1، واذا كانت جذر س يعني س اس نص، واحنا لازم تكون الس قوتها 1. اذا اول معادله خطا، ليست معادله، لان قوه س يساوي سالب 1. لما تكون تحت بالمقام ونرفعها فوق بتصير 1 على س يساوي س اس ناقص 1. طيب المعادلة الثانية هي ب ع زائد 5 لام تساوي لام ناقص 1. لما نحط اللام عند الخمسة لام على الطرف الأيمن بتصير ع زائد 5 لام ناقص لام تساوي سالب 1، يعني ع زائد 4 لام، هاي معادلة خطية. إذا الثانية معادلة خطية. الثالثة 3 ميم نون، طلعها ميم نون، واحنا قلنا اذا كانوا متغيرين مضروبات البعض ليست معادله خطيه، اذا الثالثه ليست معادله خطيه لان ميم نون في حاله ضرب، متغيرين في حاله ضرب، ميم نون، هاي ميم نون اذا كان ميم نون مضروبات اي متغيرين مضروبات ليست معادله خطيه. جيم او الثالثه دال اللي هي 8 زائد 4 واو يساوي 4 قاس زين، كمان هو عندي ثلاث متغيرات، واحنا الشرط يكون معادله خطيه بمتغيرين فقط، اذا الثالثه كمان ثلاث متغيرات، يوجد ثلاث متغيرات اللي هن ها واو زين، ها واو وزين. طيب الهاء 2.5 كاف، هاي معادلة خطية، هاي معادلة خطية. واو اللي هي 9 س تربيع، إذا ليست معادلة خطية، ليست معادلة خطية. طيب الآن نيجي على، طبعا هون ليست معادلة خطية لأن قوة س تربيع زين اللي هي معادلة كمان خطية، زين معادلة خطية، وآخر شيء واو أو حاء اللي هي ألف تربيع، طبعا هنا حاء مش مطلوب منا، هنا حاء ليست مطلوبة في الحل، ليست مطلوبة في الحل. طيب نيجي الآن على السؤال رقم 2، سؤال رقم 2 عندنا في معادلة، هاي المعادلة بدنا نساوي مرة ص موضوع قانون ومرة س موضوع قانون. أول شيء خلينا نفكر قوس 4 ضرب 2 8 ناقص 4 ضرب 3 ص 12 ص تساوي 24 س. طب حتى أخلي ص موضوع قانون شو بدنا نساوي؟ بدنا نخليها لحالها، كل اللي جنبها بدنا نقول من عندها. إذا السالب 12 ص تساوي، هاي الإشارة للسالب، سالب 12 ص تساوي، لما أنقل الثمانية موجب على الجهة الثانية بتصير 24 س ناقص 8. طيب شو ظل عندي؟ ظل عندي ص عندها معامل بدي أخلص منه، على سالب 12 على سالب 12. إذا هون على سالب 12 هاي 12 مع 12 ص تساوي 24 س، او خلينا نقسمها 24 تقسيم 12 اللي هي 2، هون في اختصار 24 تقسيم 12 سالب 12 سالب 2 س
ناقص اللي هي 8 مع 4 في على 2 اللي هي 4. 8 تقسيم 2 4 و12 تقسيم 2 6 او على 4 تقسيم 2 اللي هي 2 على 3 ناقص 2 على 3 لانه لو قسمنا هاي على 4 2 وهي على 4 3 هاي س ص موضوع قانون لكن س موضوع قانون يعني خلي س موضوع القانون اذا نرجع المعادله هذه حليناها 8 ناقص 12 ص تساوي 24 س فقط نقسم المعادله هاي على 24 وهاي على 24 اصبحت س تساوي 8 تقسيم 24 على اختصار هنا على 4 فيها 2 على 4 فيها قديش؟ فيها 6 او نقسم المره على 8 على 8 في اختصار على 8 مره هون على 8 فيها 1 1 على 8 قديش فيها 3 ناقص 12 مع 24 فيها 1 على 2 ص نص ص اذا س تساوي خلينا س لحالها ونقدر نحط س قدام اذا س تساوي 1 على 3 ناقص 1 على 2 ص هاي سويناها س هنا موضوع قانون وهون اصبحت ص موضوع قانون طيب نيجي الآن على السؤال اللي بعده. تحقق إذا كانت النقطة المعطاة في المعادلة هي حل هذه المعادلة. كيف بدي أتحقق؟ بعوض س مكان س وص مكان ص. إذا تساوى الطرفين معناته حل المعادلة. خلينا نشوف. حط مكان ص 3 هي 3. تساوي حط مكان 2 سالب 2 ضرب سالب 1 زائد 5. 3 تساوي 2 ضرب سالب 1 سالب 2 زائد 5 3 اذا هاي حل المعادله هاي الاولى حل للمعادله طيب نجي على الثانيه ص نحط مكانها ايش؟ نحط مكانها 5 ونحط مكان السين 0 تساوي سالب 3 ضرب 0 ناقص 1 5 تساوي سالب 3 ضرب 0 0 ناقص 1 ناقص 1 لاحظ الطرفين هنا غير متساوي اذا هاي ليست حلا للمعادله ما تساوي الطرفين نجي على هاي 24 ناقص 4 نحط مكان س سالب 4 4 ضرب سالب 4 ناقص 7 ضرب 35 هل تساوي 19؟ طيب سالب 4 ضرب 4 16 سالب 16 ناقص 7 ضرب 35 210 210 35 245 هل تساوي 19 سالب 16 وسالب 245 ويساوي سالب 261 سالب 261 لا يساوي 19 اذا هاي ليست حلا للمعادله طلع هون ليست متساوية هون كمان ليست متساوية هون متساوية آخر واحدة 6 س زائد 5 تساوي 21 حط مكان س 6 ضرب 6 زائد 5 ضرب سالب 3 هل تساوي 21 6 ضرب 6 36 زائد 5 ضرب 3 سالب 15 21 36 ناقص 15 21 يساوي 21 اذا هاي حل للمعادله اذا هاي بتكون حل لهاي المعادله اذا هيك بنكون حلينا هاي المعادله اللي هي في السؤال الاول اذا السؤال الاول مطلوب منا انه هاي المعادلات الثانيه خطيه بمتغيرين ام لا مع السبب الاولى ليست معادله خطيه لانه واحد على س واحنا قلنا اذا كان س في المقام او تحت الجذر لا تعتبر معادله خطيه لانه اصلا واحد على س تساوي س اس ناقص واحد اذا س قوه س تساوي سالب واحد الثاني معادله خطيه متغيرين الثالثه ليست معادله لان م نون متغيرين في حاله ضرب الثالثه ليست معادله ولوجود ثلاث متغيرات الرابعه معادله خطيه والاخيره متغيرين والمعادله الخطيه
ليس المعادله خط منه. طيب نيجي على الثانيه، بدنا نخلي صار موضوع قانون مره ومره يسير موضوع قانون. اذا بدنا نخلي صار موضوع قانون لازم تكون صار مساويه، واذا كان بدنا نخلي س موضوع قانون س تساوي. طيب اول شيء بدنا نفك القوس، قبل ما تشتغل اي شيء فك الاقواس. 4 ضرب 2 8، 4 ناقص 3 12، 4 ضرب سالب 3 صار، سالب 12 صار تساوي 24 س. هسه بدي اخلي صار لحالها، بنقل ال 8 على الجهه الثانيه، ال 8 شو شرطها؟ موجب، هاي اشاره للسالب هنا، هاي موجب، اذا سالب 12 صار تساوي 24 س، لما نقلت ال 8 صار السالب 8، نقسم الطرفين على سالب 12، هون على سالب 12، راحت سالب 12 مع سالب 12 ضل عندي صار تساوي 24 س على سالب 12 تساوي سالب 2 س. سالب 8 على سالب 12 بتصير زائد، عفوا هون زائد 3 على 2 على سالب على سالب موجب، سالب على سالب موجب زائد 2 على 3 زائد 2 على 3. طيب هون الان بدي اخلي س موضوع قانون، نفس المعادله اللي فكيتها بدل ما فك مره ثانيه نفس هاي، اذا 8 ناقص 12 صار تساوي 24 س، بدي اخلي س لحالها بقسم الطرفين على 24 على 24 وعلى 24، 8 على 24 1 على 3، لما نختصر 8 مع 24 1 على 3، سالب 12 على 24 سالب نصان تساوي س، راحت 24 مع 24. الان بنخلي س قدام هي نفس الشيء، س تساوي 1 على 3 ناقص نص صار. الان نيجي على السؤال اللي بعده، اي المعادلات التاليه تحققها النقطه اللي جنبها؟ معطينا كل معادلتين نقطة، هل تحقق هذه المعادلة عفوا المعادلة؟ هل المعادلة هاي، هل النقطة هاي حل هاي المعادلة؟ بنعوض س مكان س وص مكان ص، هون طلعت 3 تساوي 3، هون 5 الطرف هذا 5 والطرف هذا سالب 1 لا يساوي، إذا هاي ليست حل، هون نفس الشيء طلعت عندي هون سالب 261 هون 19 إذا ليست حل، هون 21 تساوي 21 إذا حل المعادلة. خلينا نعيد هاي، 4 س ناقص 4 س ناقص 7 ص تساوي 19، والنقطة سالب 4 و 35، سالب 4 حط هون 4 ضرب سالب 4 هي الأولى، ناقص 7 ضرب 35 تساوي 19، 4 ضرب سالب 4 سالب 16، ناقص 7 ضرب 35 هيا 35، 7 ضرب 3 21 و3 24، سالب 275 تساوي 19، سالب ناقص سالب يعني سالب زائد سالب، سالب 16 وسالب 245 اذا سالب 261 لا تساوي 19، اذا هاي ليست حل المعادله. بنكون هيك حلينا هذا السؤال، بضل علينا باقي الاسئله بنحلها في الحصه القادمه، والله يعطيكم العافيه.